الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن آخر يوم في الأسبوع وآخر يوم لنا إن شاء الله في مؤتمر ومعرض صحة العرب 2018. في البداية نرحب بفريق البرنامج معنا في التنسيق أحمد سلامة، صباحك الله بالخير، وأيضا في الإخراج ناصر السليمي. وحين المفروض هي اللي تقدمني تبغون الصدق دكتورة ندى الملا، صباحك الله بالخير. صباح الخير وصباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح الصحة والسعادة، وآخر يوم في الأسبوع يوم الخميس اللي كلنا نترياه عشان لما يخلص الله الدوام نروح بيوتنا ونستمتع بإجازة نهاية الأسبوع. نرحب فيكم من خلال برنامجكم صحة وسعادة، وأذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما زميل محمود دائما يقول، هاي قنوات عشان تتواصلون معنا، تعطونا ملاحظات، شكر، رأي، شكوى، أي شيء تحسون ممكن يساهم في تحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فلا تترددون وتواصلوا معنا. طيب ناخذ دراستنا اليوم دكتورة. تقول كشف بحث جديد أن الرضاعة الطبيعية قد تمنح الأمهات فائدة كبيرة على المدى الطويل، وهي الوقاية من داء السكري من النوع الثاني. تقول المعدة الرئيسية للدراسة إريكا جندرسون اختصاصية وبائيات الصحة وكبيرة الباحثين العلميين بقسم الأبحاث في شركة كايزر بيرمننتي، المهم هذه في شمال كاليفورنيا. تقول ان الرضاعة المستمرة لفترة اطول ترتبط ارتباطا وثيقا مع تراجع معدلات الاصابة بداء السكري من النمط الثاني عند النساء. وبحسب جندرسون ان احتمالات الاصابة بداء السكري عند النساء اللواتي ارضعن اطفالهن، انت ما شاء الله طابع الحلقة لو خبرتني زين، ان النساء اللواتي ارضعن اطفالهن لمدة تزيد عن 6 أشهر تتراجع بمقدار النصف عن عند احتمالات الاصابة عند النساء اللاتي لم يرضعن مطلقا من في حياتهن او لم يرضعن. ومن خلال الدراسة تمكن الباحثون من جمع بيانات لاكثر من 1200 امرأة لغرض دراسة العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وخطر السكري عند الأمهات. وفي نهاية الدراسة التي استغرقت 30 عاما سجل الباحثون إصابة 182 امرأة بداء السكري من النوع الثاني، وخلصت النتائج إلى أن معدلات الإصابة بداء السكري عند النساء اللواتي أرضعن أطفالهن لمدة تمتد من 6 إلى 12 شهر تقل بنسبة 48% عن النساء اللواتي لم يرضعن أطفالهن قط من قبل. جرى نشر هذه الدراسة في 6 يناير الحالي على الموقع الإلكتروني لمجلة الطب الباطني التي تصدرها الجامعة الأمريكية للطب. زين، أول شيء الكلام لما ينكتب عربي وإنجليزي يدش في بعض، خبريني إنك طابعه عشان اقرا. ما انت دائما ما شاء الله محمود جاهز، ما توقعت انك مو بطابع اليوم عشان شيء. انزين مو مشكله. طيب دكتور انا باخذ تعليقك على هذه الدراسه، لكن خليني بس عشان ما نعطل الاخت اسماء الجناحي معنا عبر الهاتف. اسماء صبحت الله بالخير، وعطينا اخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. او يوسف سعد معنا. يوسف سعد صبحك الله بالخير يا يوسف. خير. يا هلا يا هلا يوسف، موجود معانا في من معرض صحة العرب.
خبرنا آخر يوم وشو عندك من جديد؟ اليوم هو اليوم الأخير لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2018. محمود، اليوم يوم مميز بالنسبة لهيئة الصحة دبي. خلال الأيام الماضية من المعرض نجحت الهيئة من خلال منصتها المميزة في الاستحواذ على اهتمام رواد المعرض من قيادات صحية وكبار المسؤولين والمختصين والأطباء من داخل الدولة وخارجها. كانت منصة الهيئة أكثر تميزا بما طرحته من مشروعات سبق وإن تحدثنا عنها، مشروعات مميزة. الهيئة نجحت كذلك في عقد اتفاقية مهمة للغاية لتمثل وتأتي أهميتها أنها تمثل خطوة على طريق إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية. وقعت الهيئة هذه الاتفاقية مع شركة أكفا العالمية، ومن خلال هذه الاتفاقية محمود الشيء المميز يعني لمشاركتنا هذا العام في المعرض، من خلال هذه الاتفاقية ستتمكن جميع مراكز فحص اللياقة الطبية في دبي من إجراء عمليات صور وفحص الأشعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. أيضا نجحت الهيئة في توقيع اتفاقية مهمة للتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. هيئة الصحة لم يكتفي حضورها في المنصة وطرح المشروعات وعقد الاتفاقات المهمة، بل عقدت مجموعة من اللقاءات المهمة مع الوفود المشاركة الرسمية التي كانت رأسها مجموعة من القيادات الصحية في الولايات المتحدة وروسيا ومجموعة من الدول العربية وسنغافورة، عدد كبير من الدول أو بالأحرى وفود الدول المشاركة. كان حريص على أنه يجري مناقشات ومباحثات حول أهمية تبادل وفتح قنوات تواصل وتعاون، وذلك كله جرى محمود من خلال الاستقبالات أجراها معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة دبي لهذه الوفود. جميل، اتفضل يوسف. المعرض يختتم أعماله اليوم بعد عرض كمان في أود الإشارة كمان محمود إلى موضوع التجربة الصحية، السياحة الصحية التي عرضتها هيئة الصحة بدبي. كانت لافتة لنظر كثير من الوفود ورواد المعرض الذين توافدوا على منصة الهيئة يستفسرون ويتحدثون عن هذه التجربة وكيف استطاعت دبي من خلال هيئة الصحة للفت أنظرهم لتوجهات جادة ومهمة حول نحو استقطاب أكثر من 500 ألف سائح صحي بحلول عام 2020. صحيح. المعرض تميز، يعني أنا لا أتحدث عن المعرض بشكل عام، المعرض طبعا هناك من يتحدث عنه، له أهدافه وله متابعيه. صحيح. وهو أكثر يعني التظاهرات العلمية التخصصية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ولكن تركيزي على هيئة الصحة بدبي يعني أن هذه الهيئة لها تواجدها ولها قوتها، وهذه القوة استمدتها من خلال السنوات الماضية بطرحها الجاد بمجموعة المشروعات الذكية والمبتكرة التي تحاكي المستقبل. جميل يوسف، هي مشاركة إذن فاعلة لهيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك هذه التغطية، وإن شاء الله إذا ما استجد عندك جديد ونحن على البرنامج خبرنا عشان نتواصل معك. أكيد. شكرا لك. إذن كان معنا الزميل يوسف سعد من مركز دبي التجاري الذي يستضيف معرض ومؤتمر الصحة العربي. طبعا المؤتمر دكتورة
هو يعد الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط ويمكن الثاني على مستوى العالم، أو مو يمكن أكيد أنا يمكن يكون الأول. البارحة كنت أتكلم مع الدكتور محمد الرضا فقال يعني من بين أكبر المعارض اللي زرناها في الولايات المتحدة يظل معرض الصحة العربي نشوفه أكبر، خاصة أن تم إضافة العديد من القاعات الجديدة واللي يتم إنشاءها أصلا عشان هذا المعرض. صحيح. تخيلي من كثر الإقبال الكبير على المشاركة في هذا المعرض. إذن هو التقاء للعقول الصحية حول العالم في دبي هنا لعرض واستعراض كذلك آخر المستجدات الصحية في هذا المكان. عموما حكنا نتحدث عن الرضاعة الطبيعية التي تقي الأمهات من الإصابة بداء السكري، بنتكلم عن هذا الموضوع بعد الفاصل. وأيضا بعد الفاصل دكتورة بنتطرق إلى موضوع ذكرى يوسف سعد بخصوص السياحة الصحية. ما أخبركم كل هذه المواضيع لكن بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. برجع أنا بس بخاطري أعلق على الدراسة. أنا بسألت يعني المفروض أن أنا أقول طيب دكتورة وقفنا عند الدراسة الفلانية خبرينا عنها وكذا، لأني أنا متحمسة للدراسة. أنا طبعا من صميم واحدة من الشهادات اللي خذناها في فئة الصحة في دبي والاعتمادات كعيادات صديقة للطفولة والأمومة اللي تشجع الرضاعة الطبيعية فقط. فطبعا الرضاعة الطبيعية أكيد ما يخفى على كثير من الأمهات فائدتها للأم وللطفل، تقوي مناعة الطفل، تقوي العلاقة بين الأم والطفل وغيرها. والحين طلعت دراسة تثبت أنها تساعد الأمهات أنهم يقللون خطر إصابتهم بالسكري. السكري هذا هو نفس داء السكري اللي ممكن يصيب المرأة الحامل دكتورة؟ لا، اللي يصيب المرأة الحامل هو يحميها من السكري النوع الثاني اللي يصيب المرأة خارج الحمل. مو بسكري الحمل. أوكي. فيعني يعطيك يعني أول شيء الرضاعة الطبيعية تكون بلاش، ثاني شيء يعطي الطفل كل المواد اللي هو يحتاجها، ثالث شيء يساعد في إنزال الوزن، يساعد جسمك أنه يرجع إلى ما قبل الحمل، ويحقيك من الإصابة بمرض السكر. وطبعا الدراسة أثبتت أنه مع المدة كل ما زادت المدة كل ما زاد عامل الحماية عندك. دكتورة في دائما مفهوم خاطئ عند النساء أن الرضاعة ممكن أنه تشوه شكل الثدي عند المرأة، ولا يعني في فعلا في نساء تقول انا ما بخرب جسمي ما برضع. هاي فكرة جدا جدا خاطئة، بالعكس الرضاعة تحرق لك السعرات الحرارية. بس وين الخطأ يستوي؟ لما في حريم تقولك لا ترضعين عشان ما يزيد وزنك وما يخترب جسمك. الرضاعة لأن تحرق لك الدهون فطبيعي تحسين بالجوع. للأسف احنا نعوض هذا الجوع بالأكل الدسم، يأكلون رهش وحبة حمراء والأشياء الدسمة محمود، يعني والحلبة بالكثرة. ايش معنى رهش اللي هي في بالك؟ يقولك لأنه يزيد الحليب، يدر الحليب. ما علي، ولكن لنا لا نفتح شهيتنا. اشرحي الرهش حق اخواننا العرب. اللي هي حلاوة طحينية الحلاوة الطحينية، فهي فيها سعرات حرارية. هو طبعا امهاتنا الله يطول في عمرهم تقول لك ترضعين لازم تاكلين وايد، وها مفهوم خاطئ. يعني المرأة المرضع تحتاج اعتقد 500 سعرة حرارية الى 600 اكثر من المرأة العادية. فعوضي بشيء سلطة خضرة ومارسوا شوية رياضة. في نساء بعد فكرتهم ما دام انا رضع معناه انا اقدر اسوي اللي انا ابا، اوتوماتيك الجسم راح يحرق الدهون، ما في داعي امارس رياضة، ما في داعي اتحرك. الرياضة بعد تساعدك انه يرجع جسمك نفس قبل. فرضعوا يا امهات، واذا عندك اي سؤال كل العيادات فيها موظفين متخصصين في تشجيع الرضاعة الطبيعية. جميل. طيب نحن نتطرق الان الى موضوع من المواضيع يعني المهمة والإضافات الكبيرة في القطاع الصحي في إمارة دبي، حيث يعني تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الصحة بدبي خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري منتدى دبي العالمي
للسياحة الصحية، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين في هذا المجال. نحن ما نتحدث عن هذا المنتدى وتفاصيله، ولكن قبل ذلك نبغي نتحدث عن مفهوم السياحة الصحية. ما يعني شو هي السياحة الصحية، وما هو مجلس دبي للسياحة الصحية، وأيضا ما هي المبادرات الجديدة اللي قدمت في هذا المجال. معانا في الاستوديو الأستاذة ليندا عبد الله، استشاري السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير اختي ليندا. صباحكم الله بالنور، ومشكورين على الاستضافة محمود. انتم في معرض صحة العرب كانت عندكم مشاركة جميلة ضمن يعني جناح هيئة الصحة بدبي، خبرينا عن هذه المشاركة وشو هي التي ضمنتها هذه المشاركة. الحقيقة من بداية مشروع السياحة الصحية اللي ابتدى في عام 2014 بمباركة سمو الشيخ عبد العمين محمد راشد آل مكتوم ولي عهد برئيس مجلس التنفيذي راعي هذه المبادرة، قمنا بالحقيقة وكما عهدتنا دبي بخطوات كبيرة الحقيقة يعني فاقت التوقعات. وكانت التوجيهات السديدة دائما موجهة لنا سواء من ولي العهد أو من قيادتنا الرشيدة أيضا في هيئة الصحة بدبي من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام، بالعمل دائما على توفير الخدمات الجديدة لتسهيل رحلة السائح العلاجي والمتعامل والقادم إلى دبي. وطبعا هذا يتم دائما بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الآخرين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من مزودي خدمات الرعاية الصحية. فنحن في معرض صحة العرب هذا العام قمنا بإطلاق خدمة جديدة باسم الرعاية الصحية الذكية لDXH. كلكم تعرفون أو العديد منكم يعرفون أن نحن عندنا موقع إلكتروني اللي هو dxh.ae تجربة دبي الصحية، وقمنا قبل عدة شهور بإضافة خدمة جديدة عليه اللي هي التواصل المباشر. لاحظنا من خلال تقارير اللي توصل لنا أن هناك العديد من الطلبات اللي توصل عن طريق التخاطب المباشر للناس من عدة دول يطلبون أشياء أكثر من المعلومات اللي بس توصل لهم عن طريق فريق التخاطب، مثل هل في مجال توفروا لي تذكرة سفر خاصة فيني في أهلي، مثلا مواصلات أمن له من بيته لهذا. وأيضا من خلال تحليل الواقع حلقينا أن نحن بما أن هيئة الصحة في دبي تضع سلامة المريض أيضا في نصب عينيها وفي وسط كل الخدمات اللي نحن نقدمها، قلنا أن أيضا عملية استمرار الرعاية الصحية ما بعد الوصول إلى دبي والحصول على الخدمة هو شيء مهم جدا. فتواصلنا مع عدة جهات والحقيقة قمنا بتوفير هذه الخدمة اللي هي رعاية ذكية. الشخص يتوجه للموقع الإلكتروني يبدأ في التخاطب المباشر، هناك فريق يساعده في اختيار الطبيب المناسب لحالته اللي يحجز له الباقة العلاجية اللي تناسبه، إذا هناك باقة علاجية غير موجودة بيسووا له باقة علاجية تناسبه شخصيا منفردة خاصة فيه، توفر له أيضا تذكرة السفر، الإقامة، تأشيرة العلاج عن طريق طبعا إخواننا في الإدارة العامة للهجرة وشؤون الأجانب اللي ما يقصرون أبدا ودائما متواصلين معانا، وكذلك أمور أخرى مثل ما قلت جواز السفر الصحي الذكي، هذا شيء جديد مو موجود في أي مكان في العالم. يا سلام، شو هذا الجواز الصحي الذكي؟ هذا ذكي وايد يا محمود. جواز السفر الصحي الذكي هو عبارة عن نحن ننقل المعلومات الصحية في الملف الصحي للمريض من طبيب المعالج عن طريق يعني شبكة معلوماتية خاصة في النظام تنقلها لطبيب المعالج في دبي، وعقب ما يتم العلاج في إمارة دبي أيضا نقوم بنقل معلومات المريض وملفه إلى طبيب المعالج في دولته حتى نضمن استمرارية العلاج، وهناك تواصل ما بين الطبيب المعالج في الإمارة في دبي وطبيب المعالج هناك، لأن أحيانا يجينا المريض مرة ثانية للعلاج بعد فترة فحتى نقدر إحنا نتابع حالته، وأيضا هناك أيضا تواصل اجتماعي معه يعني نشكره على وجوده في دبي ونسأل على حالته إلى آخر، كله عن طريق هذا النظام الذكي الإلكتروني. ممتاز. مثل ما قلتي هي عبارة عن اقتراحات أو طلبات من متعاملين ممكن ما حصلوا الخدمة وانتوا ضفتوا عليها، فأكيد في
طلبات أخرى يمكن ما تحققت حاليا، في فكرة في المستقبل بتطبقونها عشان تكون ضمن السياحة العلاجية؟ سؤال وايد مهم الحقيقة أخت ندى ودكتورة ندى، لأن بعد محمود تطرق في البداية لموضوع منتدى السياحة الصحية، يمكن أنا بشمل الموضوعين مع بعض. نعم، أيضا من ضمن التوجيهات اللي عندنا من معالي رئيس مجلس الإدارة أن يتم دراسة وتحليل مستمر لكل الطلبات، وخاصة أن نحن نبى نعزز القدرة التنافسية لإمارة دبي وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة الصحية. فيقوم الفريق في مجلس السياحة الصحية بشكل مستمر بالتحليل، ووجدنا أن خلى يكون هناك منبر لتبادل وجهات النظر والنقاش وبعض الأمور الجديدة التي يمكن إضافتها لتحسين رحلة السائح العلاجي. ومن ضمنها أذكر واحدة من الأمور، لا يعني على سبيل المثال للحصر، مثلا التأمين الصحي وكيف يمكن أن نساعد المريض على اختيار الطبيب عبر الحدود، لأن اليوم التأمين الصحي عادة يعني هو متمركز في الدول ولا يسمح بأن المريض يقوم باختيار شخص انترناشنال، يعني في آليات أخرى يعني. Exactly. فهذا محمود بنقوم يعني بالمناقشة فيه في منتدى السياحة الصحية، وهناك عدة أمور أخرى إن شاء الله بنقوم بمناقشتها. ممتاز، نحن ما نطلع فاصل وما نستكمل معاك الحوار أستاذة ليندا عبدالله. طبعا مستمعين اللي يبغي يطرح أي سؤال أو أنه يتواصل معنا عبر الهاتف إذا عنده أي مداخلة على الأرقام اللي تخبركم عنها الدكتورة ندى على 600-5514-14 ورسائل النصية على 4006 ولايف على نور دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم من بعد الفاصل عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا قبل الفاصل كنا نتكلم مع الأخت ليندا عبدالله عن منتدى العالمي للسياحة الصحية، وبدأنا نتكلم عن بعض الخدمات الجديدة اللي دخلوها ضمن السياحة الصحية. رحب فيك مرة ثانية ليندا في البرنامج. شكرا حبيبتي. طيب ليندا نستكمل معاك الحوار، نحن وقفنا عند العديد من النقاط المهمة وتحدثنا عن جواز السفر الخاص بالصحة، وأيضا مبادرات عديدة تقدمونها للسائح الذي يأتي إلى إمارة دبي. أيضا من الأشياء الفريدة أن إمارة دبي تضمن بشكل تام علاجها للسائح في تأمين هذا الأول من نوعه أنتم تقدمونه للسائح. أبغي أتحدث عن هذه النقطة لأن نحن أول دولة في العالم نسوي هذا الشيء. صحيح محمود، الحقيقة تأمين المريض وسلامته على سلم الأولويات مثل ما قلنا، سواء المريض الموجود في دولة الإمارات أو القادم لها. فالحقيقة نحن وفرنا ما سميناه بخطة حماية المريض. فالمريض قبل لا يدبي يقرأ حقوقه وواجباته، يعرف شو عنده حقوق شو عنده واجبات، من توفير حتى المترجم هذا حق من حقوقه، إنه يعرف السعر قبل لا يجي ويكون السعر بشكل شفاف وما في أي زيادات على الباقة الصحية، هذا من حقوقه. جميل. إلى آخره من الحقوق المطبوعة الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الصحة بدبي وكذلك تجربة دبي الصحية. كما أيضا وفرنا له درب إذا عنده أي شكوى من العلاج اللي تم له في دبي، فإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي تعاونت ويانا على توفير شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة وهيئة الصحة. أيضا يقدر يتواصل معنا بشكل ذكي وبشكل سريع. أما الشيء الأكبر مثل ما قال محمود اللي هو فعلا غير موجود في أي مكان، اللي هو تأمين السياحة الصحية اللي يوفر للمريض راحة البال. عطيهم مميزات التأمين ده. الحقيقة دكتورة ندى، يوم أي واحد يسافر أي مكان يعني دوم يقول أنا لو استوالي شيء أنا وين أتوجه شو يصير لي. تأمين السياحة الصحية يعطي مبلغه على فكرة وايد زهيد، يعني هو 150 درهم ولا شيء. ولا شيء
مقارنة بهو شو يدفع سواء للعلاج أو للإقامة أو لا يعني واتفر أو لصحته وسلامته ولا لا شيء يذكر، لكن يعطي في حالة أي شيء إمرجنسي يعني طارئ استوالة يغطي له حتى $50,000 ممتاز قيمة. أيضا إذا استوالة أي مضاعفات من العلاج اللي تم في إمارة دبي إحنا ما بنخلي بروحه صحيح، حتى 30 يوم بعد خروجه من المستشفى أو من حصوله على العلاج سواء كان في البلاد أو رد بلاده التأمين هذا يأمن له أنه نقدر يرجع بتذكرة السفر وإقامة في دبي وكذلك العلاج التصحيحي أو whatever. لأن أنت تعرفون دكتورة أنت وتعرفين أن الطب ما في شيء 100%، لكن نحن نسعى للكمال دائما لكن الكمال لا وحدة، فأن في مجال دائما لأي مضاعفات غير مسبوقة للعلاج. فهذا حتى دبي بعد حضنت المريض اللي يجيها للإمارة وقالت أنا ما بخليك بروحك، أنا عسب أوفر لك تأمين، وهذا التأمين الصحي من أعلى ويعني أفضل المستويات العالمية للريتينج مال الشركة اللي نحن تعاملنا وياها حتى نضمن سلامة المريض والبوليصة تكون على مستوى عالي جدا من التأمين. ممتاز. مثل ما ذكرتي أستاذة ليندا أن مبلغ زهيد جدا بس بيحصل خدمة كاملة متكاملة إذا كان في لا سمح الله خطأ أو مضاعفات استوت له من العلاج في دبي. مثل ما ذكرتي أعتقدها مو موجود في أي مكان في العالم بس موجود هنا في دبي مع السياحة العلاجية. أروح حق المنتدى اللي بيقام إن شاء الله يعني في مع مع مع, مع نهاية الشهر الجاري، نبغى نتحدث عن هذا المنتدى وتعطينا فكرة عامة عن هذا المنتدى والحضور المتوقع له. الحقيقة يعني محمود مقدمة شيء بس عن فكرة المنتدى، أن كلنا نعرف أن خلال العقود الماضية ومن خلال الفكرة الإبداعية لصاحب السمو الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم والقيادة الشابة أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد، استطاعت الإمارة استشراف المستقبل وإعادة صياغته في مجالات وقطاعات عديدة، وهذا ما نصبه لتحقيقه أيضا في قطاعنا الحيوي للسياحة الصحية ليشهد نمو كبير الحقيقة عام بعد عام. ومن هنا حتى جاء اختيارنا لشعار المنتدى العالمي هذا اللي نستضيفه لأول مرة في دبي، وهو إعادة التأمل والنظر والرؤية في هذه الصناعة اللي نطمح أن نكون أحد روادها في المستقبل القريب مع الإمكانيات المتكاملة اللي نوفرها للباحثين عنها بشقيها الصحي والسياحي. جميل. فرح يكون هذا المنتدى الأول بيستضيف في أعماله الجلسات لأيضا المنتدى العالمي للسياحة العلاجية الثاني، وكلنا نعرف أو أكثرنا يعرف أن الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة مجلس السياحة الصحية هي رئيس هذه الرابطة العالمية، فأيضا نسعى لاستضافة الأفضل مثل ما يقولون في دبي، وسيكون هالحدث يجمع قيادات ورواد القطاعين العام والخاص لتبادل المعرفة والخبرة. ونحن حسينا ان يعني نقدر اليوم ان نعرض يعني تجربتنا في هالمجال. وعادة الناس دكتورة يعني يوم يسوون تجربة تاخذهم ترى فترة لين يعني يسوونها وتطلع نتائجها، لكن يوم احنا نقول ان نحن كان مثلا معيار التنفيذ ل 2016 ان نحن نستقطب 170,000 سائح علاجي، بينما اليوم الإمارة استطاعت ان تستقطب 326,000 سائح علاجي في نهاية عام 2016. اعتقد ان هذا يعني يراوينا فعلا القدرات الكامنة الموجودة في إمارة دبي في جميع القطاعات اللي مثل ما قلنا بالتكاملها قدرنا أن الحمد لله نحقق النتائج فاقت التصورات. فقلنا ليش لا، خلنا نشارك تجربتنا مثل ما قلنا في البداية لنرى كيف يمكننا أن نعيد هذه التجربة ونعيد استشرافها بوجود الخبراء العالميين. خلنا نتحدث في عدة مواضيع يحتاجها المريض، عدة مواضيع ممكن بوجود هالخبراء نقدر أن نحن نصدر شيء جديد من إمارة دبي يقود ويكون رائد في هذا المجال وهذا الصناعة، وإن شاء الله بيكون في هناك نتائج لهالمنتدى ويكون لنا لقاء آخر وياكم
ويكون شيء مشرف بإذن الله. ممتاز. شو أهم المحاور والمخرجات تتوقعونها مثل المنتدى يا ليندا؟ الغالية بيكون المنتدى مثل ما قلنا يومين 20-21 فبراير في مدينة جميرة، وحياكم الله إن شاء الله كلكم تكونون موجودين. بيكون عندنا معرض للسياحة الصحية. دكتورة ندى ما تقدر تحضر. ليش دكتورة؟ خلص البرنامج تعالي. الحين نبغى نيف البرنامج مو قادرين. لا بتحضر وانت بتحضر ان شاء الله محمود. اهم المواضيع اللي بنناقشها هي التطورات التقنية الموجودة عالميا، وايضا في امارة دبي اللي تقدمها للسواح الصحيين، وماذا يحتاج المريض اليوم حتى انه يقوم من بلده ويذهب للسياحة الصحية. نتكلم عن التأمين الصحي مثل ما قلنا وعبر الحدود، وكيف يمكننا ان نساعد المريض في انه يعني يكون عنده اختيار، عنده حرية هذا الاختيار. ما هي اهمية الشراكات الحكومية والخاصة، وما هي النمو النموذج الذي قدمته دبي في هذا المجال، ويعتبر نموذج رائد الحقيقة من الشراكة بين القطاعين. موضوع مهم، يمكن أنتوا اثنين مؤثرين إعلاميين فيكون عندكم فكرة أكثر عن اللي أنا بتكلم عنه. الحقيقة المشهد اليوم أيضا يشهد تأثير كبير للمؤثرين الإعلاميين في اختيار الناس بشكل عام لكل شيء. صحيح. واستوى بعد عندهم تأثير حتى في مجال الصحة. بالضبط. فنحن نشوف في يعني في المشهد هذا هناك الغث وهناك السمين، وهناك ما يمكن أن يكون إيجابي وهناك ما يمكن سلبي. فسنستضيف في ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية خاصة تجمع بعض المؤثرين الإعلاميين لنقاش هذا الموضوع من الناحية الإيجابية والسلبية. وأيضا سيكون هناك عدة مواضيع تشمل التقنيات التي يجب أن تدخل، حتى نحن لأن دبي مدينة ذكية وتسعى أن تكون الأذكى في العالم. صحيح. والحمد لله نحن على هذا الفهرس من الأفضل في العالم، فنحن نبغى بعد نشوف شو في أشياء ممكن ندخلها في إمارة دبي. سيكون هناك محاضرات وهناك ورشات عمل حول هذا الموضوع. والأهم من هذا كله سيكون هناك في جلسة في نهاية أعمال المنتدى جلسة حوارية مهمة جدا ثرية حول مستقبل صناعة السياحة الصحية. فبيكون مثل ما يقولون مسك الختام لأعمال المنتدى، وإن شاء الله بيكون في هناك توصيات سيتم مشاركتها في وسائل الإعلام بإذن الله. ممتاز. يعني دائما ما تكون المنتديات لندا يعني بارزة بالمتحدثين اللي فيها، فمنوع عندكم من المتحدثين البارزين في هذا المنتدى؟ بيكون عندنا من الخبراء العالميين، أذكر على سبيل المثال الحصر مثلا من بريطانيا بيكون عندنا سيد كيث بولارد اللي هو معروف في مجال السياحة الصحية، وهو أيضا يمتلك مؤتمر الخاص بالسياحة العلاجية. لكن يعني هل كثر يشوفون مؤتمر دبي مهم جدا أن يونيت يعني one of يعشزمون من المتحدثين البارزين بيكون عندنا. عندنا السيد إيرفينغ ستاكبول أيضا هو يعتبر من الأخصائيين في مجال ليس فقط السياحة الصحية بل أيضا الباحثين في هذا المجال وفي مجال تطويره. وبيكون عندنا أيضا من المتحدثين أيضا المحليين ومن المنطقة، يعني أنا ما بأذكر كل الأسماء الآن، لكن هناك متحدثين بارزين. وأيضا يمكن للجميع أن يتوجه لموقعنا الإلكتروني dihtf.com يطلعون على كل المعلومات وللتسجيل أيضا. التسجيل بيكون متاح من الحين اللي يبغي يسجل ويبغي يشارك؟ نعم محمود، متاح من حوالي شهر حاليا، وأيضا حتى يوم التسجيل حياهم الله حتى في الفندق. نذكر بالمكان موجود. والزمان 20-21 فبراير، الافتتاح الساعة 9 الصبح يوم 20 مدينة جميرة قاعة الأرينا. ممتاز. هذه دعوة عامة أيضا لكل العاملين في القطاع الحكومي القطاع الخاص. وأدعي الكل إذا حتى ما بيقدر يحضر أعمال المنتدى نفسه أن يتوجه للمعرض اللي على الأقل يشوف شو الخدمات الصحية اللي نحن بنقدمها إن شاء الله. جميل. أستاذة ليندا، نرجع لمشاركتكم في فعاليات معرض الصحة العربي، كان لكم مشاركة متميزة، تكلمينا عن المشاركة. الغالية نحن قدمنا مثل ما قلنا خدمة الرعاية الصحية الذكية، وقمنا بحل صحيح هذه الخدمة نحن نقدمها بالتعاون مع والشراكة مع القطاع الخاص.
فهالشيء بعد أيضا من التوجيهات اللي عندنا دائما بأن نتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. نحن نسعى لزيادات سنوية، نحن نسعى لتعاون وتعاضد، فهالشيء طبيعي أنه لازم نتعاون مع الجميع. فقمنا بإطلاق الخدمة، والحقيقة أن في تجاوب كبير. أنا عرف التجاوب لأن أشوف الأرقام التواصل على الموقع الإلكتروني وعلى هذا، يعني شكله من رواد المعرض، لأن في وايدين جايين من الدول المجاورة ومن الدول الأجنبية، والحمد لله المعرض وايد ناجح السنة مثل السنوات السابقة، هذا بشكل واضح. وكانت المنصة عندنا أيضا منصة هيئة الصحة، كان عليها العديد من الخدمات، فكانت دائما يعني تعج بال الزوار والمهتمين، لأن دائما عودتنا هيئة الصحة بدبي على تقديم الأفضل والجديد والمتطور. على طاري الجلسة الخاصة برواد التواصل الاجتماعي، معانا عبر الهاتف الزميل أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور سو عليكم وعلى كل المستمعين. هلا يا أسماء، خبرينا أسماء شو عنا يعني من الأمور البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نحن كنا نشهد اليوم يعني آخر أيام معرض ومؤتمر صحة العرب. من الأشياء اللي نحن كانت موجودة عنا يعني أبرز شيء كان المعرض، معرض الصحة العربي والمبادرات الموجودة موجودة فيها، لكن بشكل شخصي أكثر شيء عجبني هو الجراحة الافتراضية، لأن الإنسان يمكن يقدر يخطط، الأطباء والجراحين يقدرون يخططون للعملية بشكل افتراضي عن المريض نفسه ويخططون، وهذا كله كامل، والعملية راح تقل بشكل جذري. يعني أنت مخطط وشايف الجسم ومخلص، يعني خلاص الأمور طيبة عندك. جميل. هذا الشيء الجهاز الثاني اللي يقدر الواحد يقدر يعدل على المجسم ثلاث الأبعاد قبل الطباعة. يعني قبل كانوا الأشياء يطبعونها بعدين إذا طلع فيها أي شيء يردون يطبعونها مرة ثانية. صحيح. لكن الجهاز الافتراضي الثاني يقدرون يحطون كل تعديلاته حتى قبل الطباعة. ممتاز. فيوفر وقت وجهد طبعا ومال، إنه ما نحتاج نعيد الطباعة مرة أخرى. بالأخص إن في بعض التخصصات دكتورة إن اللي يبون يطبعون بعض الأعضاء لازم يسافرون، يعني لازم دول معينة اللي توفر هاي الطباعة. لكن إذا واحد يقدر يعدل وعند البرنامج وبشكل افتراضي يعدله كامل، راح تقل التكلفة بشكل كبير بعد. جميل يا أسماء. شو بعد في جديد لفت انتباهك؟ ما شاء الله شوف في وايد صور تنتشر عن من منتدى الصحة العربي عن أشياء جديدة، شو بعد لفت انتباهك في المنتدى؟ من الأشياء أيضا طبعا تلفزيون صحة وسعادة، قناة صحة وسعادة. صحيح. ونحن ندعو كل الأشخاص اللي عندهم هواتف، طبعا كل حد عنده أندرويد وآي أو إس، أن ينزلون تطبيق دي إتش إيه ميديا ويتابعون البرامج اللي نحن نحطها على مدار الساعة. ممتاز. برامج طبية توعوية عن أخبار الهيئة، كل اللي يبونه بيحصلونه في هذا. غير هذا في أيضا أندماند، فيديو أندماند، يعني الأشياء اللي فاتتهم التخصصات يقدرون يدخلون عليها ويشوفونها، يعني حتى مو بس شرط ان البث المباشر، حتى في الاشياء المسجله. ممتاز. ممتاز يا اسماء. ونختمها بالرساله. رسالتنا اليوم تقول: هل انت راضي عن انجازاتك لهذا الاسبوع؟ قيم نفسك، درب نفسك، تميز بعملك. انا السؤال اوجهه حق ندى. اليوم يوم الخميس اخر يوم في الاسبوع. وقت مهم. لا ما بنراجع عمان اليوم، نخليه للاحد عشان نستانس بالاجازه. أوكي. مشكورة أسماء الجناحي، كانت معنا عبر الهاتف من مركز دبي التجاري الذي يستضيف أعمال مؤتمر ومعرض صحة العرب. طيب دكتورة، يعني كنا نتحدث عن منتدى السياحة الصحي، ما شاء الله دبي يعني ما توقف معارض ومؤتمرات خاصة. صحيح. في القطاع الصحي هناك العديد من المؤتمرات المهمة، من ضمنها مؤتمر السياحة العلاجية. نحن نتحدث أختي ليندا عن مفهوم السياحة العلاجية، هذا اللي يعني يشهد
اهتمام كبير من قبل مختلف الدول. هنالك يعني في منافسة ما بين مختلف الدول. أنتم كان عندكم بعض الأهداف اللي ناويين تحققونها من خلال أول ما أطلقنا هذا المشروع، مشروع السياحة الصحية، كان اسم السياحة العلاجية وتحول إلى السياحة الصحية، لأن السياحة الصحية بمفهومها أشمل وأكبر من يعني موضوع العلاج فقط. هذا اللي حطت دبي كمفهوم جديد بالنسبة لهذا الإطار. أبغى أتكلم الحين شو هي الأهداف اللي كنتوا حاطينها ووين وصلتوا في عملية تحقيقها؟ محمود، الحقيقة يعني يوم نطالع دبي ونسوي دراساتنا الاستراتيجية نشوف فعلا دبي متقدمة عن العديد من الوجهات الأخرى في مجال السياحة الصحية. مثل ما قلت، نحن تجربتنا يعني فقط من عام 2014، فتعتبر يعني مفروض أنها تجربة بسيطة في هذا المجال، لكن نرى أن الحمد لله مثل ما قلنا يعني كان عندنا معايير للتنفيذ وفقنا ما توقعنا. أكيد دبي يعني عندها كافة المقومات البشرية، التقنية، العمرانية وكذلك السياحية اللي تجمع مع هذا كله بعد أفضل الخدمات. سواء تينا من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص اللي يكملون بعض، هالشراكة هذه يعني على مستوى عالمي الحقيقة. وأيضا يأتينا الاعتمادات الدولية اللي موجودة في المستشفياتنا اليوم، إحنا نفتخر أن نكون أعلى نسبة مستشفيات معتمدة دوليا في العالم. هذا شيء يعني يشهد للجميع. صحيح. فهذا كلها مقومات تجعلنا وجهة عالمية فريدة، سواء في مجال السياحة أو في الاقتصاد والاستثمار، وأيضا في مجال السياحة العلاجية عندنا تنوع سكاني، عندنا بيئة اقتصادية خصبة، عندنا أمن أمان، عندنا بنية تحتية قوية، شبكة مواصلات مترابطة. يعني يوم أجلس أنا في المؤتمرات الدولية أو نسير مثلا كثير من المعارض، إنه يوم يجونا الصراحة يعني الواحد يفخر يوم يسمع انه انت عندكم كل هذا. انا جيت بلادكم كان عندكم المترو يوصلني كل مكان، انا ما اتغلب في المواصلات، عندكم مثلا التكاسي عليها كنترول من الحكومه، ما في حد مثلا احس بالامن اليوم اطلع في التاكسي، انا مو بزايغ. واحد قال لي تخيل انه مثلا هو ضيع مبلغ من المال وكلم جماعة الRTA المواصلات وردوا له المبلغ، يعني هذا ما يحصل في أي مكان في العالم. فأيضا شراته مستوي الحين في مجال السياحة الصحية، مثل ما قلت الأرقام فاقت التوقعات. نحن كنا في البداية عندنا 7 تخصصات كنا مركزين عليها، وشفنا أن دبي تميزت يعني قررت من البداية أن تكون متميزة بما سمته التجربة. يعني نحن نركز على جودة الخدمات وعلى توفر الخدمات وعلى أن الشخص يجي هو ومن معه يستمتع بما تقدمه دبي، ولدعه يستمتع أيضا بحالته الصحية وما تقدم دبي من خدمات. فقلنا ليش ما نوسع المفهوم؟ يعني ليش الواحد يوم يحس انه والله سياحة علاجية يعني كان كآبة وبيه صيح في المستشفى؟ لا بويا، حتى مستشفياتنا جميلة. صحيح. فنادقنا حلوة، مراكزنا التسوق حلوة، معنا مراكز ترفيه عديدة، فالعائلة تستانس. فكبرنا المفهوم. ممتاز. ووسعناه ليصبح تعال وعش تجربة صحية في دبي ودبي تملأك بالحياة. ممتاز. جميل جدا. إذن شعار جميل ونتمنى لكم التوفيق من خلاله. الأستاذة ليندا عبد الله استشاري السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذا اللقاء، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ولنا لقاءات قادمة لأخذ تفاصيل أكثر عن المنتدى الذي سوف يقام في هذا الشهر. فكل التوفيق لكم. شكرا جزيلا. مشكورين على الشكر. إذن شكرا لك دكتورة ندى، ما قصرتي. شكرا لك يا محمود، وشكرا لكل حد كان معنا اليوم. شكرا لأحمد سلامة كان معنا في التنسيق، شكرا للزميلين يعني أسمى الجناح ويوسف سعد كانوا كذلك معنا في التغطية، وكل الشكر حق مخرجنا ناصر السليمي. وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.